لازم نروح للحدث المهم اللي هيبدأ يوم الجمعة القادم إن شاء الله في بطولة الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر في 2019. حدث مفيش أهم منه، وبالتالي لازم نشكر طبعا دولة جمهورية مصر العربية اللي ليها دور كبير جدا جدا في اللي احنا وصلنا له. 4 شهور بس هو الوقت اللي مصر أخدته علشان تعمل كل الحاجات اللي حضراتكم هتشوفوها. لكن واحد من أهم الشخصيات اللي ليها دور في كل الأحداث اللي حضراتكم شايفينها، وهو شخصية مؤثرة جدا، شخصية محترمة، شخصية ذو خلق عالي جدا، وهو واحد من نجوم النادي الأهلي، الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل موجود معانا حاليا على التليفون علشان نتكلم معاه في كل التفاصيل اللي حضراتكم عايزين تعرفوها، ونطمن منه على يوم الجمعة إن شاء الله وآخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية. كابتن محمد برحب بحضرتك. مرحب بيك يا عمر طبعا، ومبسوط ان انا معاك، وبالتوفيق دايما وواجهه مشرفه ومحترمه. ربنا يخليك يا كابتن، ودايما في تقدم يا رب كده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن فضل، شرف ان حضرتك تكون موجود معانا، وحضرتك يعني مدير اللجنه المنظمه، وانا عارف ان حضرتك بقالك 4 شهور ما بتنامش، مجهود ليل ونهار علشان تخرجوا بالشكل المحترم. يمكن يا كابتن فضل احنا في اللحيه الاعلاميه قريبين للاحداث وعارفين، لكن انا متاكد ان الجمهور ان شاء الله يوم الجمعة هينبهر بأولى اللقاءات واستاد القاهرة اللي حضرتك وكل المسؤولين حولتوه فعلا لحاجة مشرفة، ملعب كرة قدم على أعلى مستوى. كابتن فضل يا رب يا رب يا عمر ان شاء الله باذن الله. مش يوم الجمعه بس، من يعني احنا ما بفكرش في البطوله فقط، ولكن بفكر لما بعد البطوله. يمكن انا بتكلم نيابه عن اللجنه المنظمه، واتمنى ان انت تشيل يعني ارفع الالقاب طبعا، يعني اللي هو حضرتك والكلام ده، احنا انت اخويا الصغير طبعا يا كابتن. طبعا يعني اسمح لي ان انا اقول لك عمر بقى، يعني طبعا يا كابتن. طبعا طبعا اتفضل اتفضل. لا طبعا بص، والله عمر ما الواحد يعني تورينا مسؤوليه كلجنه منظمه مع طبعا وزاره الشباب والرياضه، وده مشروع دوله. يعني معالي الوزير برضو كان بشكره على ثقته، بشكر كابتن هاني ابو رضا. والواحد لما تولى مسؤوليه في عمل عام بيبقى في دايما انتقادات قبل ما تشتغل. صح، كان في حبه انتقادات، بس الواحد دوره ان هو اقول يعني اللي اهلي علموني ان انا احاول الانتقادات دي احولها من يعني من سلبيه لنواحي ايجابيه. فالحمد لله قعدنا نفكر نشتغل. اول خطوه او اول قرار اخذته كان تعيين 6 مساعدين، يمكن قلت اسمهم في كذا يعني موقف او كذا تصريح. ال6 مساعدين دول ولاد صغيرين شاطرين جدا، فيري ويل ايديوكيتد، وهيبقوا كاليبرز قويه جدا ان شاء الله في المجال الرياضي. وبعد كده ابتدينا ندخل على الخطوات، ويعني هستاذنك انا لازم اقول اساميهم. طبعا طبعا، يعني الكبار، الكبير مش محتاج يتقال اسمه، اللي احنا بنستفيد منه بالخبرات، ولكن الصغير اللي هو لسه في بدايه الطريق لازم يتقال اسمه كناحيه تشجيعيه. ففي حسام الزناتي، في احمد عز، في مروان نايف، في علي محمد علي، في يسرى سارة، وفي مينا، وطبعا اخيرا انضم لنا محمد شواربي، وده كان مديرة بطولة الجابون وصغير، كل دول صغيرين. وبعد كده طبعا مع الخبرات ابتدينا ان احنا نشتغل مع رؤساء اللجان، مع رؤساء المجاميع، وقابلينا كلنا الدولة. انت مشروع دولة، يعني ده توجيه من سيادة الرئيس وتكليف لكل قطاعات الدولة ان هي تعمل حاجة قوية. الكلام اللي فات ده كله يا عمر مش تجاري، خلي بالك الكلام ده بجد والله، ليه؟ ان انا جربت. حاسين حاسين طبعا، يعني لا ممكن تتكلم في كلام بيبقى للمسؤولين، لكن لما تدخل بتتكلم بما يرضي الله. يعني فالكلام ده انا شفته، الناس كلها بتشتغل في دعم غير طبيعي غير طبيعي من كل الجهات. الحمد لله احنا كره القدم خلينا نبقى متفقين ان هي اسهل واسرع وسيله انك انت تحب توجه رساله دلوقتي. فاحنا عاوزين مصر تتغير. ابتدينا موضوع الاستثمار الرياضي، فكرنا مش للبطوله فقط لما بعد البطوله. اول مره البطوله تبقى 24 فريق، فكرنا ان هي تبقى 24 ملعب تدريب، بلس ان احنا عندنا 8 مينيمم، يعني 8 ملاعب تدريب كمان دولت احنا حاطينهم الترنتيف، عشان لو في فرق جايه دايما انت عارف هيبقى في البطوله، هيبقى في اختيار الاول والثاني من كل مجموعه زائد احسن 4 توالد. فلو في حد جاي لمجموعه ثانيه سواء في الاسكندريه مثلا انا موفر ملعب الاولمبي، لو في السويس يبقى موفر. يعني ببقى انا دايما بفكر في الخطوه التاليه. دخلنا على الفنادق، على المطارات،
على المسافه بين الفنادق والملاعب والمطارات والاستاد. فكرنا في القرعه، فكرنا في التميمه، فكرنا في الكهرباء، في اللاب سكرين، في الزون سكرين، فان ازاي نوفر مناخ جيد. في تفاصيل كثيره جدا جدا، يعني يمكن الواحد اكتسب خبرات 15 سنه قدام، وده الحمد لله الواحد بيعتبر ان هو مجهود طبعا كلجنه منظمه قوي جدا، ولكن الحمد لله الواحد محظوظ ان هو اشتغل مع مجموعه زي دي وراه دوله قويه محترمه بتفكر تدي فرصه للاجيال القادمه. اللي انت هتشوفه يا عمر ده مش يعني مش احنا عارف انت، انا بدخل في تفاصيل التفاصيل وبقول لما بقول انا بدخل، انا بدخل دي كلجنه منظمه، يعني الناس تعذرني. بندخل في الاستادات، انت ما كنت بتروح الاستاد عمر كان الحاجه الوحيده اللي يعني بتبقى بالنسبه لك حلوه او جيده ان انت بتاخد القرار ان انت رايح تتفرج على ماتش. مظبوط. وتقعد انت واصحابك تتراهنوا مين هيكسب، ولو انت بتنتمي للنادي الاهلي او اي نادي اخر سواء الزمالك او الاسماعيلي يبقى في المنافسه دي هي دي اللي بتشجعك. احنا فكرنا ان ازاي الاجنبي او المصري هيروح الاستاد ازاي. دخل معانا رعاه وبشكرهم، سواء حاجه في التنقلات وهبتدي الفتره اللي جايه سواء بكره، احنا النهارده اعلنا طبعا من غير الدخول في التفاصيل، اعلنا مؤتمر الانتقالات عامله ازاي، تنسيق مع وزاره النقل مع الداخليه، الاستقبالات في المطار. بص مصر بتتغير، انا بقول لك بجد، بقول لك بجد ان انا دلوقتي يعني شايف وفي تنسيق كبير مع جميع القطاعات. فباذن الله يا رب البطوله دي هتبقى احسن بطوله اتعملت في تاريخ كاس افريقيا بامر الله تعالى. يعني فضل عايز اقول لك على ملعب استاد القاهره، عرفنا ان غرفه خلع الملابس كانت تقريبا 50 متر، لكن دلوقتي المساحه وصلت لحوالي 210 متر. وفرت كل حاجه ممكن يحتاجها لاعب كره القدم، وفرت كل حاجه للاعلاميين للجمهور، حتى في منطقه الاحماء الخاصه بالفرق اللي هتكون موجوده، وكمان ساعدته على انها تكون متوصله لوسائل الاعلام علشان يقدروا يصوروا لو او عايزين ياخدوا لقطات لبعض الاحماءات. ازاي فكرتوا في كل ده في 4 شهور بس؟ يعني دول كتيره جدا ما اعتقدش انها تعرف تحقق اللي انتوا عرفتوا تحققوه في 4 شهور على مستوى كبيره، على مستوى بطوله كبيره زي امم افريقيا. طبعا في الموضوع ده في كذا خطوه، انا هكلمك انت يعني تطرقت لموضوع غرف اللاعبين، فانا هكلمك خلي بالك كل حاجه يعني ليها كلام وليها فكر وليها دراسه كبيره. يعني مثلا قبل ما ادخل في الموضوع ده، موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه وده ملف بالنسبه لي مهم جدا، فكرنا في ذوي الاحتياجات الخاصه ازاي يبقوا متطوعين، ازاي ما يروح الاستاد يبقى فيه رام، ازاي نحطه على السيستم، ازاي نعمل ويب سايت عشان اختيار المتطوعين، ازاي ما يبقى هو قاعد هيبقى فيه ساينج لاماكن بتاعته فوق في المدرجات مش تحت زي ما كان بيحصل في التراك، وده كان بالنسبه لي كان حاجه انا كنت شايفها ان هي كانت حاجه سلبيه شويه. ازاي الحمامات تبقى وراهم، ازاي انا اساعده كاخ او ابن او اب حتى ذوي الاحتياجات الخاصه ان انا اساعده واوفر له حاجه محترمه. دخلنا على اوضه اللبس بقى، وهي دي الناحيه الفنيه، انا يعني راجل لعيب كوره او كنت لعيب كوره، لازم اوفر لك المناخ التام انك انت تلعب. اوضه اللبس كانت 50 متر زي ما انت قلت عمر، وانت يمكن رحت الاستاد كذا مره ولعبت فانت عارفها بالظبط. فكرنا ان احنا نكبر المساحه ودرسنا، فبقت 210 او 220 متر. بذكر طبعا الاستشاري اس جي والمقاولين العرب اللي عمل مجهود خرافي في استاد القاهره، طبعا حسن علام وكوزموس اللي عملوا مجهود خرافي في جميع الاستادات دي حاجه بصراحه. طبعا دوله مصريه بتتحرك، بس انا لازم اشكر الناس اللي تعبت اللي هي الناس مش عارفاهم. فدخلنا الاوضه بقت 210 متر، الاوضه بقت مساحه كبيره جدا، فكرنا في الدواليب تبقى عامله ازاي، المساحه عامله ازاي، التويلت عامله ازاي، في الشاورز ازاي بقى في تكنيكال روم، في ريكفري روم، فتعمل مختص انك انت تحط 30 كيلو ثلج وده من ضمن الاشتراطات. فكرنا في كل حاجه، ازاي لو عندك ماتشين ورا بعض باك تو باك فانت هيبقى في مسافه، او حتى في ماتش الافتتاح اللي هو لازم للجنرال كوردينيتور المنسق العام بيستلم الملعب قبلها بساعه ونص، فلو في حصل ان تاخير من الشركه مثلا، يعني احنا بنفترض كل الافتراضات، فانت ال 10 دقايق هيبقى اللعيبه فين؟ فابتدينا نعمل ورم جاب اريا للفرقتين عشان لو في باك تو باك جيم او في تاخير بتلفزيون عشان حتى كمان يبقى شايف الافتتاح هيخلص قد ايه. اماكن الاكسس بتاع الصحفيين ازاي؟ انت قبل المباراه لو اللعيبه بتعمل ورم جاب اريا انت كل ده بتحاول تعلي القيمه بتاعه البطوله، فهنزول الصحفيين للتصوير
ازاي، فبالتالي على الحيطان بتاعت الورم الجبلي هتحط رعاه. كل ده فلوس، كل صح. ده تفكير، كل ده استثمار. انت بتفكر في التفاصيل، التفاصيل، الحكام بتبقى قاعده فين، الاكسس بتاعهم، الاوضه بتاعت المنسق العام، الدوبينج، الميديكال، الاسعافات، تدخل في اللاونجز، في دلوقتي عاملين لاونج 1200 متر، والكيترينج هيبقى فندق كبير جدا جدا محترم يليق باسم مصر والبطوله، هو اللي بيعمل الاكل، عاملين كونسيشن. بص يا عمر، انا عاوز او المشجع وهو رايح للاستاد، طبعا مباراه الافتتاح ليها يعني حسابات اخرى، لان انت دايما بيبقى في طبعا شخصيات هامه صح، ان شاء الله باذن الله تحضر، فانت بيبقى في تواجد، او الاستاد بيتقفل قبلها بساعات كتير شويه، لكن بقيه المباريات هيبقى الامور ده هتقلل. عاوز اوديك انك انت تروح قبل المباراه عشان تتبسط، وتبقى انت اللي عاوز تروح، مش انا اللي جاب لك انك تروح. صح. فتدخل تلاقي سي دي ايز، خمسه سي دي ايز في استاد القاهره، اللي هي الكوميرشال ديسبلاي اريا، السبونسرز بيوزعوا جيف اويز، بيبقى في اكتيفيتيز، نشاطات جوه الحمامات، المسافه دي الحمامات، الناس اللي هتنظف الحمامات، المشرفين من المتطوعين على الحمامات. بص كل التفكير، يعني يا رب يا رب اتمنى ان اللجنه المنظمه ما تكونش نسيت حاجه. اللجنه المنظمه طبعا بالتنسيق مع، زي ما انا قلت لك، مع معالي وزير الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه، ككل اللي بشكرهم على الجهد اللي عملوه، سواء في الملاعب، سواء ان هم طبعا متابعه ملاعب كل يوم بيجي لي تقرير. انت بتتكلم في وزارات كلها بتتغير. لما تلاقي ان حد وزاره النقل مره واحده بعت لك الخطه بتاعتها، تحضر اجتماعات وزاره الداخليه تشوف خطه التامين عامله ازاي، والانتقالات، المرور، الطقس، هيئه الارصاد تبعت لك، المطارات. فانت يعني انت بشكر الفريق يونس طبعا، وزير الطيران. انت كل الحاجات يا عمر اللي انت بتفكر فيها واللي ما تفكرش فيها، الناس كلها بتساعدك، الدوله بتتحرك، ده حقيقي والله. وانت عارفني انا ما بجاملش، ما بعرف طبعا يعني طبعا. لما تلاقي الحاجات دي كلها بتتغير وبتتحرك، لا ربنا يا الحمد لله، بحمد ربنا طبعا ان الواحد محظوظ انه اشتغل مع مجموعه قويه جدا جدا، ما فيش اقوى من كده. ويا رب يا رب تكمل على خير، وتبقى زي ما بقول لك بطوله انت كشعب مصر او مشجع مصري هتبقى فخور قدام العالم، زي ما احنا كده فخورين بمحمد صلاح ما بيتقال اسمه، انت تبقى فخور، وتبقى انت عارف ان انت محطوط في مكان اخر مختلف تماما ان شاء الله، وزي القرعه كده باذن الله. فضل، انتوا فكرتوا في الجمهور علشان يعني تريحوه، وبداتوا بمشروع تذكرتي اللي كلنا شفناه وطبعناه، يعني كل الناس عاجبها ان يكون في فان اي دي، ان يكون في حجز عن الانترنت، الناس تروح تستلم الفان اي دي، التذاكر توصل لكل الجمهور في اي مكان بطريقه سهله جدا، او هو يروح يستلم التذاكر بطريقه سهله جدا. لكن انت اتكلمت وقلت في الاول على وسائل المواصلات، يعني اكيد انت فكرت في كل حاجه زي ما انت قلت في التفاصيل. هل ايضا هيكون في سهوله ويسر وتنقل للجمهور علشان يوصل لملعب المباراه بدون مشاكل، بدون زحام، زي ما انت قلت وزاره الداخليه وكل الوزارات، وزاره النقل كله بيتابع معاك كل الحركات، سواء التامين، التنقلات، هل ده في خطه كابتن محمد فضل واللجنه المنظمه ان هم ايضا زي ما وفروا على الجمهور موضوع التذاكر، يبقى وسائل المواصلات للملعب هتبقى شيء ميسر وشيء سهل بالنسبه لهم؟ اه طبعا، يعني انت التذكره بتاعتك احنا عندنا، انا خليني ادي لك مثال على طول استاد القاهره، عشان يعني ان هو اكبر استاد، في احنا بنتكلم في اربع ابواب، اربع ابواب كبار يعني للدخول، السعه بتاعته كبيره جدا، في كذا كاتيجوري، يعني احنا عندنا في استاد القاهره هو تقريبا بنتكلم في سبعه او ثمانيه كاتيجوري، نبتدي من المقصوره اللي هي في اي بي كاتيجوري 1 بروميل على 2، كاتيجوري 1 ليفت ابر اللي هي العلويه، تمام، عندك كاتيجوري 2، كاتيجوري 3 رايت ليفت علويه، يعني انت بص عندك تفاصيل كتير. فخليني اضرب لك مثال بده يا عمر، انت في الساينج اللي هي العلامات الارشاديه بتبقى من بره الاستاد، في وزاره النقل انا متفق معاهم وفي خطه طبعا عاملينها بشكرهم جدا، وفي متابعه على طول، ان انت اللي هياخد المترو انا حاطط متطوعين بيتكلموا فرنساوي وانجليزي عشان الاجانب، ده غير المصريين اللي بترشد الناس، انت طالع من محطه ارض المعارض هتبقى طالع فين، طالع من محطه المحطه اللي عند يوسف عباس هتبقى طالع فين، هتروح ازاي، وهتروح ازاي بتذكرتك ايه عشان تدخل على طول. المقصوره هتيجي من انهي باب، او حتى كاتيجوري 1
هتتكلم من جنب مسجد الرزان تقريبا، صح؟ مسجد مظبوط الرزان تقريبا. مظبوط. فمعلش انا الاسامي والحاجات دي كلها، لا لا احنا معاك ما تقلقش. فلو في حاجه صلح لي. صح. لا يا كابتن اتفضل. الحاجات دي كلها الخطط دي موجوده بالعلامات الارشاديه بالمتطوعين يا عمر عشان الناس تدخل. حتى كمان بشكر شركه تذكرتي ان هي عامله كل ده، احنا ماشيين مع بعض خلي بالك، يعني مع كل قطاع ماشيين مع بعض. معاهم ريدرز وفي تيرنينج ستايل اتحطت، التيرنينج ستايل نفسه بيتحط بريدر بدخول الابواب واضحه، عاملين حساباتنا على لو في لا قدر الله حصل تكدس تبقى الامور ازاي ومعالجته، التفاصيل عامله ازاي، كل الحاجات دي احنا عاملينها مع المرور مع الداخليه مع طبعا جهات اخرى مع الناس المتطوعين اللي لهم دور كبير. كل الكلام ده بتفكر فيه، ناقص ان انت يعني يا رب باذن الله ربنا يكون موفقك بتعمل كل الاسباب. وانا واثق في سلوك الشعب المصري، الشعب المصري محتاج ان انت تعمل له نظام، ما بتحط له نظام زي ما بيطلع بره بيمشي على النظام. احنا كلنا عاوزين نعمل نظام بس كنا محتاجين خطوه. صح. محتاجين دفعه، الدفعه دي الدوله ادهت يعني ادت لنا الدفعه دي ووفرت لنا كل الحاجات اللي احنا بنفكر فيها كلجنه منظمه وكوزاره شباب ورياضه وكدوله. وزي ما بقول لك كده يعني الحمد لله في حاجات والله يا عمر الناس ما تعرفهاش، انا جوايا حاجات كتير عاوز اتكلم كتير كتير كتير، بس انت الاسئله هي اللي بتحكمني، يعني انا في حاجات في دماغي كتير جدا. اتكلم براحتك. لا قول لنا كلنا واتكلم يعني احنا طبعا انا بقول لك انا الاسئله هي اللي بتحكمني. لا يعني انا لا خش في الاسئله اللي انت عايزها. لا بالعكس انا مستمتع جدا ان انا بسمعك، واكيد كل اللي بيسمعنا اكيد مستمتع جدا، ويعني كلنا عندنا ثقه من خلال قناه الاهلي. يا كابتن فضل بشكرك شكرا جزيلا طبعا ان انت موجود معانا طبعا، ويعني اكيد يعني كادر محترم جدا وكادر مميز جدا. لكن كابتن فضل حفل الافتتاح والكلام اللي بدأنا نسمعه وبدأنا ان احنا في مطرب هيكون موجود مفاجأة بالنسبة لينا، لكن عايز اعرف منك بقى حفل الافتتاح هتكون عامل ازاي؟ هل فعلا هيكون في مطربين يعني اصحاب جنسيات اخرى، ولا هتكتفي فقط بمطرب مصري، ولا الحفل هيكون عامل ازاي؟ والوقت وقت مهم جدا زي ما حضرتك عارف، علشان خاطر احنا متعودين دايما على ان الحفلات دلوقتي بقت عمرها قصير جدا، فعايز اعرف منك تفاصيل اكتر يا كابتن فضل. طبعا الافتتاح مهم، تنظيم مهم. خلينا نبتدي بالقرعه. احنا لما جينا فكرنا ان احنا نعمل قرعه محترمه وقلنا وتعهدنا ان القرعه دي هتعمل نسبه مشاهده عاليه وهيبقى نظام، ودي هتبقى الفيرست امبريشن او الانطباع الاول. والحمد لله ان بعد القرعه كل الوسائل الاعلام العالميه تحدثت وقالت ان دي قرعه كانت هيستوريكال درو تاريخيه، ودي حاجه بتحطك في مسؤوليه اخرى. المسؤوليه الاخرى طبعا بشكر برزنتيشن ان هي عملت محمد كامل طبعا عمل قرعه تنظيم عالمي، وبعدين دخلنا في المرحله الاخرى وهي الافتتاح والاغنيه الرسميه، وابتدينا سينرجي علامه المصريين طبعا ابتدت تشتغل على الاغنيه، عملت اغنيه انا من وجهه نظري ان هي يعني اغنيه حلوه جدا جدا، يعني انا قعدت اول ما سمعتها قعدت اسمع اغنيه حلوه، اغنيه تبقى انت مبسوط ان انت كل حاجه، يمكن حتى الاتحاد الافريقي وانا باخد موافقه بالاغنيه عشان تعرف ساعات لازم يعرفوا الكلمات مظبوط عشان يدونا الموافقه، الناس كلها مبسوطه، الناس كلها مبهوره بالاغنيه معموله حلوه جدا. في الاغنيه بقى ثلاث مطربين، في دوبي من السنغال دي سنغاليه، وفي فيمي كوتي من نيجيريا ده نيجيري، وفي عندنا بيغني بالانجليزي ودبي بالفرنساوي، وعندنا يعني مطرب مصري انا ما كنتش عاوز اقول بس هو طبعا الناس يعني اغنيه طلعت تقريبا الناس عرفت يعني، فبرضه مش هقول يعني خليها ليك انت بقى تقول بعديه. فالاغنيه حلوه جدا. الافتتاح انا شفت البرزنتيشن اتعملت زي ما بقول لك، شركه الاعلام المصريين عامله حاجه محترمه جدا، جايبه شركه طبعا قويه لها خبرات كبيره جدا في مجال الافتتاح في البطولات الكبيره. لا حاجه محترمه، حاجه تليق بمصر وحاجه مشرفه وخطوه تزودك مش تنقصك، خصوصا ان احنا بعد القرعه الناس يعني متوقعه المزيد. فالناس كلها بتتحرك مع بعض، الناس كلها بتحب بعض. المنظومه انا شايف ان هي منظومه يعني ممتازه الحمد لله ما شاء الله. غير كده بقى الناس اللي بره، ما تلاقي يا عمر ان انت ناس بتحاول تساعدك بتكلمك في التليفون، ناس كبار ناس صغيرين عاوزين يوفروا لك اي حاجه، ده بره المنظومه بقى. يعني احنا النهارده انا يمكن قلت
معظم الناس اللي كانت متواجده النهارده في المؤتمر كلهم والله كلموني يا عمر، كان كل واحد بيشوف يقدر يساعدني ازاي وهو بره ومحدش عارف. فدي حاجه بتدل او بتدي الشعب المصري ان انت محتاج امل، انت محتاج تشوف، محتاج ان انت تحس ان بلدك حلوه، بلدك نظيفه، بلدك ممكن تتغير، بلدك محتاجه تنظيم. خلي بالك الكلام ده انا شفته. احنا ليه يا باشا احسن حاجه؟ ما انا دخلت ملاعب كتير جدا ولعبت على ملاعب كتير جدا. ليه ما اتغيرش؟ احنا دخلنا في تفاصيل التفاصيل، النجيله عامله ازاي؟ انواع النجيله ايه؟ طولها قد ايه؟ البنش بيبقى محطوط فيه كام لعيب؟ الاكسس بيبقى عامل ازاي؟ الاكريديتيشن بتدخل في كام زون؟ البث الفضائي بيبقى عامل ازاي؟ الاجهزه، الكهرباء نفسها انت بتوصل ايه؟ عشان لو لا قدر الله الكهرباء قطعت يبقى عندك موضوع السنكرونايزنج بانل، انت في اوتوماتيك سويتش على طول، فالاوتوماتيك سويتش ده انت بيروح ناقل فما تقطعش سواء في اللاد سكرين او عندك اللاكسز الاضاءه بتبقى في الملاعب التدريب او في الاستاد قد ايه. يعني بص يا عمر زي ما بقول لك في تفاصيل كتيره يا كابتن. خش في اللي انت عايزه يا كابتن فضل، خش في اللي انت عايزه وقول احنا معاك. الناس ما بتخش، يمكن انا بقول لك التفاصيل دي علشان انا الفتره اللي فاتت كنت قافل تماما. انا صح هتكلم صح، ان انا كنت بشتغل كتير، وانا دي بقول لك زي ما بقول لك كانت لجنه منظمه يعني فبشتغل كتير، بس دورنا دلوقتي ان احنا لازم نقول ان ايه اللي حصل، الدوله عملت ايه. فبشكر الجميع على احترام هذه الدوله وبالتالي تسهيل كل حاجه الحمد لله، ناقص ان ربنا يكون فيه توفيق يا رب ويكرمنا. يعني اهم حاجه ان منتخبنا باذن الله يوم 19/7 يحصل على البطوله عشان تاخد الفول مارك، يبقى تنظيم بامر الله جيد جدا، ويبقى المنتخب كمان والناس محتاجه تفرح. فباذن الله يا رب ان شاء الله تبقى هي دي بدايه الفرحه للشعب المصري بعد السنين اللي فاتت اللي هي من عدم وجود جمهور. يعني كانت صعبه، انا لعبت في الجمهور ولعبت من غير جمهور شفت الفرق، ودخلت كمحلل فني يعني حسيت بكل حاجه للعبت الكوره وللجمهور. طب فضل لو انا حبيت اقطعك واسالك على الجمهور، هل انت شايف ان شركه تذكرتي ممكن تستمر لبعد الامم الافريقيه وتبقى طبعًا موجوده مع الاهلي والزمالك والدوري المصري وماتشات الاهلي والزمالك في افريقيا؟ طبعا طبعا، هو ده الفكره. خلي بالك انا بتكلم بكلام يعني داخلي شويه كده وفي كل التفاصيل. يمكن انا شركه تذكرتي في الاول واحنا بنتكلم في اجتماعات انا كنت متخوف. صح، متخوف من الفان اي دي. لا الفان اي دي طبعا هي معموله، بس انا كنت متخوف ربط الفان اي دي بالتيكت يعني. وكنت بشوف تتعمل ازاي، بس بصراحه الناس محترمه، ناس متعلمه، ناس مثقفه، ناس بتعمل سيستم. الاغلبيه صغيرين مع الخبرات زي ما انا بتكلم. مفيش حد مش هيغلط يا عمر. صح، لازم نغلط عشان بعد كده تصلح وتبقى كويس. مظبوط، لكن الشجاعه ان انت تاخد قرار. انت عندك بتستعد في 3 4 شهور البطوله، الاسهل ان انت التذكره تبقى في ايدك وخلاص. صح، انت قفلت القصه دي. لكن انت تعمل الفرق دي وتصر عليه انك تعمل الفرق دي وتربطه بالتذكره وتعمل تجيب ليدرز وتفكر في التفكير ده وتعافر، وخلي بالك كان في انتقادات كتيره، وبعدين تدخل وتقف على رجلك وتكمل وانت عارف انت هتغلط، بس الناس هتستحمل ان انت بتعمل نظام. اللي عاوز يوصل ويتقدم لازم يقع كتير. صح، بس في الاخر ما تخافش، لو انت عندك رؤيه هتنجح. فلا يعني زي ما بقول لك احنا ماشيين في ملفات كبيره جدا باذن الله. بالتعب اللي انا شفته الفتره اللي فاتت، لا ربنا هيكرمنا. الواحد يعني متاكد ان على يقين كمان ربنا هيكرمنا والناس هتتبسط وهتبقى تجربه مختلفه للشعب المصري وبدايه نجاح باذن الله كمنظومه كرويه ان شاء الله. الكرة الأفريقية يا كابتن فضل كل سنة بتتطور وكل سنة بيكون عندنا لعيبة محترفة أكتر. عندنا مثلا في بطولة 2019 ثلاث لعيبة واخدين بطولة دوري الأبطال، محمد صلاح، ساديو ماني، كيتا. هل كان ده في حساباتكم؟ كان عامل لكم بعض الأرق وبعض المشاكل في إن أنتوا إزاي هتأمنوا النجوم اللي موجودين والفرق اللي جاية بالنجوم اللي موجودة بالأسامي اللي موجودة، ولا كان كل ده مطروح وكل ده من الأول التسهيلات كانت موجودة وكل الأمور اللي حضرتك فكرت فيها كانت بتتنفذ وفكرتوا في خطة ان انتوا ازاي تحموا اللعيبه سواء من طبعا يعني الارهاق من اول وصولهم طبعا مطار القاهره او اي مطارات بينزلوا عليها الى طبعا فندق الاقامه، الملعب، الجمهور اللي حابب يتصور طبعا الجمهور المصري المحب. هل ده كان عامل بعض القلق شويه للكابتن فضل، ولا الامور مشيت الحمد لله زي ما انت عايزها؟ اطلاقا يعني يمكن في بدايه الظهور كان بيتسال سؤال على طول ايه اللي انت خايف منه؟ فكنت كان ردي خايف من حاجه.
تمام. فكان يعني يقول لي طب ليه؟ اقول لهم عشان باذن الله ان شاء الله هنفكر في اي حاجه قبل ما يعني يحصل لا قدر الله مشاكل. والحمد لله مش بتكلم برضو بشكل شخصي، بتكلم بشكل جماعي. صح. في ناس كتير، في خبرات كتير، في ولاد صغيرين، في كبار، في كل الاعمار. فانت بتفكر من خارج الصندوق يا عمر. فانت لما بتتعب وتفكر وتقدر تجتهد في الاخر ربنا يكرمك، هو كده. يعني اللي بيجتهد ربنا بيكرمه. انا نجحنا كلجنه منظمه برضه، هجيب لك القرعه، ان انت عندك في القرعه يبقى في تصوير من اللعيبه الليجند اللي جم ويبتدوا يتواصلوا بيها على السوشيال ميديا. مظبوط. احنا نجحنا كده الحمد لله. بعد كده عاوزين نعمل نفس الكلام. فملاعب التدريب هو الفيدباك هيجي لك من اللعيبه الاجانب او اللعيبه الافارقه، من ملاعب التدريب، من الاقامه، من الانتقالات، من الاستادات، من كل حاجه من الحاجات دي. فانت بتطور منظومه كامله. لما تلاقي ماني ينزل صوره على الفيسبوك او على تويتر انستجرام اي حاجه من الحاجات دي ويكتب حاجه بيشكر الشعب المصري او بيشكر اللجنه المنظمه مظبوط او الحكومه او الدوله، وبيقول ان ده يعني ملعب تاريخي، حدث تاريخي، ده من قبل ما تلعب، ده نجاح ليك. لما كيتا يعمل كده نجاح ليك. صح. فانت لا، انت في حاجات كتير بنفكر فيها. فكل ده الحمد لله ماشي بشكل جيد. الناحيه الامنيه مهمه جدا، بس مش لماني، مش لكيتا، مش لصلاح فقط، ولكن للجميع. صح. فانت بتفكر في الجميع. انت زي ما قلت ان البورصه اللعيبه الافارقه اتغيرت تماما السنوات الماضيه. دلوقتي انت قلت احسن ثلاث لعيبه مين؟ هدافين الدوري الانجليزي محمد صلاح، مانيه، اوباميانج. تمام. انت برضو افارقه. لازم تحافظ ولازم تكون فخور. عشان كده احنا اخترنا سلوجن اور لاند اور هوم. صح. يعني ارضنا او ارضك بيتك. يور لاند يور هوم. ارضك بيتك. ارضك بيتك دي انت ما بتخاطبش الشعب المصري، انت بتخاطب افريقيا كلها، وبتطلع الايفنت من ايفنت افريقي زي ما احنا متعودين عليه لايفنت عالمي. التميمه الناس كلها كانت بتنتقد طبعا، هو تاني في برضه فرعون. خليه فخور وعندك كبرياء في الايدنتي بتاعك او هويتك، وبالتالي نطورها. ابتدينا نحرك، يحصل فيه تيزر ينزل، الناس اتبسطت من الشكل، ابتدت تحب التميمه. وبعد كده انا يعني بكره اقول لك ان بكره باذن الله بعد بكره كتير قوي هيكون في فيديو للتميمه وهي بتتحرك، والناس هتتبسط والناس هتحب التميمه اكتر. لان هو ده في الاخر، هو ده شعار مصر، الطفل الصغير توت اللي بيعبر ان المستقبل كله لمصر باذن الله. يعني كابتن محمد فضل بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وانا عن نفسي يعني بوجه شكر حضرتك على مكالمتك ووجودك معايا في قناه النادي الاهلي، على كل المجهود اللي حضرتك عامله، كل اللجنه المنظمه عاملينه، ان شاء الله كل المجهود اللي حضرتك وكل الساده القائمين في المنظومه الرياضيه، سياده الوزير، سياده الرئيس طبعا، يعني راعي الرياضه المصريه بشكل عام، تطلع البطوله بشكل محترم، بشكل رائع يليق بالجمهور والشعب المصري ان شاء الله، ونتوج بالبطوله على خير.